السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. نظم المئة من المتقاعدين العراقيين في بغداد اليوم تظاهرة احتجاجية أمام المنطقة الخضراء للمطالبة بزيادة الرواتب، وتجمهر عدد من المتقاعدين اليوم في منطقة العلاوي وسط العاصمة للمطالبة بالزيادة. طبعا أيضا طالب المتقاعدون بصرف نهاية الخدمة وتعديل رواتبهم أسوة بأقرانهم، عادين هذا الموضوع حقا من حقوقهم التي لا يجوز إغفالها. وردد المتقاعدون هتافات مناهضة للأحزاب والسلطة واتهموها بسرقة ومصادرة جهودهم وسنوات خدمتهم التي أفنوا فيها أعمارهم في سبيل خدمة العراق. دعونا نشاهد. صرخات أبطال العراق تتعالى على ظلم وتهميش الحكومة العراقية بحقوقهم التقاعدية وخدمتهم لهذا البلد العظيم وهذا الشعب الكريم، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي، أو لا حياة، أو لا حياة وخجل. رئيس الوزراء الحالي ما عنده مصداقيه، ما عنده مصداقيه، ولهذا انه احنا ما نناقشه، لانه ما عنده كلامه مو مثل فعله، كلامه من كان نائب، توجيهاته مثل من كان النائب غير من هو رئيس الوزراء، ولهذا ما نناقشه، وراح نبقى مصرين على التظاهر في شوارع بغداد. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الملف وننتقل إلى مقطع آخر. بين فترة أخرى ينظم المتقاعدون العراقيون تظاهرات احتجاجية ويقفون أمام باب الهيئة الوطنية للتقاعد مطالبين بإنصافهم من الغبن الذي أصاب عددا غير قليل منهم، لكنهم وإلى الآن يعانون من حرمانهم من بعض حقوقهم وعدم إنصافهم. ويؤكد المتقاعدون أنهم على الرغم من مرور 3 سنوات على حراكهم وتناول وسائل الإعلام لمظلوميتهم، غير أنها ومع الأسف بقيت من دون معالجات حقيقية من قبل السلطة التي تتمادى في تسويف قضيتهم. دعونا نشاهد. متقاعدين إلى الله، ما عندنا غير بس الله، بس الله اليوم هو اللي يشفع عنا. الله أكبر. لا البرلمان ولا رئاسة الوزراء ولا الحكومة. وكيل على الظالمين والفاسدين الذين سرقوا الشعب، سرقوا مال الشعب، دمروا هذا البلد، دمروا المتقاعدين، التنفسي مظاهرات. احنا ننادي بحقوقنا، ما حد يعطينا الحقوق مالتنا. 500,000 دينار همنا الطين، احنا مرضى، احنا عاجزين عن العمل، احنا عندنا بالايجارات، عندنا مولده مال كهرباء، عندنا ولد في المدارس، امراض عندنا اخواننا، هذول الظالمين. مشاهدينا دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشان هذا الموضوع. أبو زيد يقول: الله يكون بعونكم يا أصحاب الشيبة البيضاء المتقاعدين، يحفظكم الباري عز وجل وينصركم. وأبو ريتاج يقول: بارك الله فيكم وجزاكم كل خير، وإن شاء الله تتحقق المطالب لأنها حقوق مشروعة. تعليق لدينا من عامر القاضي يقول: بالتوفيق إن شاء الله، نسأل الله أن يسدد خطاكم ويوفقكم وينصركم على من سلب ونهب حقكم، أنتم أصحاب الشيبة البيضاء، فنيتم حياتكم لخدمة البلد. ولدينا تعليق من ماجد يقول: حفظكم الله وبارك الله فيكم أيها المتقاعدون، متضامنون معكم. طيب، لدينا أيضا رسالة مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع وردت عبر تطبيق الواتساب من أبو محمد من بغداد يقول: السلام عليكم. هو أرسل مقطع أيضا من ضمن المقاطع التي عرضناها، أرسل مقطع:
لتظاهرات المتقاعدين، يقول هذه تظاهرة أصحاب الشيبة البيضاء من المتقاعدين الذين خدموا بلدهم العراق لثلاثين سنة وأربعين سنة، وأخيرا أصبحت رواتبهم لا تكفي لشراء الدواء لهم والعيش بعزة النفس. خرجوا يطالبون بتعديل رواتبهم التقاعدية وفوجئوا بمنعهم من الوصول أمام مجلس النواب، وتم إهانتهم وضربهم من قبل مكافحة الشغب وكتب مكافحة الشعب: حسبنا الله ونعم الوكيل، لو دام الظلم لدمر. وأشكركم. شكرا جزيلا السيد أبو محمد من بغداد. الآن مشاهدينا الكرام معنا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد. إحنا نعرف أنه المتقاعد بكل العالم وبكل يعني بأي دولة كانت من يخدم شعبه ويخدم دولته أكثر من 20 سنة أو 25 سنة لازم تكون الحكومة مجبرة، ولازم يعني أن تكون إلى راتب، تكون إلى مكانة، يكون إلى مكان السكن، يكون إلى علاجه، يكون إلى سفره، يكون يعني فد أمور بحيث أنه يحس المتقاعد يعني يعني تخدم الدولة من بعد إنهاء الخدمة اللي كان قدمها لحكومته ولشعبه. يجب أن يكون يحترم، يجب أن يكون يعز، يكون مقدر بكافة الأمور اللي هي غصبا ما على الحكومة اللي تقدم للمواطن اللي خدم يعني أطى روحه من أجل وطنه، من أجل أن يكون يبني مجتمع. فللأسف إحنا بالعراق ما عندنا هاي الروح الوطنية اللي تخلق بين الحكومة للمواطن العراقي. للأسف اللي قاعد نشوفه قتل وقمع وتفريق المتظاهرين بدون أي استجابة، إنه هذا الوقت الصعب اللي قاعد يمر على العراقيين من 2003 ولحد الآن، غلاف العلاج، غلاف الدكاترة الكشفيات، غلاف الإيجار، غلاف الأمور يعني. سيد أبو عمر، هو سؤال بخصوص قضية التقاعد، ليش احنا بالعراق عندنا الموظف المدني او حتى العسكري اللي يفني جزء كبير، سنوات كبيرة من حياته كثيرة في سبيل خدمة العراق، يطلع بالنهاية راتب تقاعدي لا يتجاوز مليون في افضل الحالات، طبعا لمعظم المتقاعدين 500 الف هو الحد المتوسط للمتقاعد العراقي، في حين النائب البرلماني بعد مرور 4 سنوات او المسؤول في الدولة وزير او رئيس وزراء او نائب برلماني يحصل على التقاعد بعد مرور 4 سنوات فقط على خدمة، وخلينا نحطها بين قوسين، نظير شيء هو المفروض قدمه للشعب، لكن حقيقة الناس يعني ما شافت من هؤلاء المسؤولين أي خدمات قدموها أو أي إنجازات حققوها طيلة هذه السنوات. ليش النائب 4 سنوات يأخذ تقاعد أعلى بكثير من اللي خدم العراق لعشرين وثلاثين سنة؟ أستاذ محمد، لأن النائب والوزير اللي موجودين عندنا من حكومات اللي حكمت العراق من 2003 لحد الآن، لأنه هم مجموعة شلة محتامات نسميها شلة حرامية أو شلة يعني اغتيالات، شلة قتل، شلة سرقات، كل هاي الأمور فيما بينهم يعني زيادة دخلهم، زيادة التقاعد اللي عندهم، زيادة الـ يعني نقول عليها بصورة عامة المفرهدين البلد، يعني من رأس الشعب مفرهدين البلد، كل الأمور اللي يحوها هم واللي حكموها هم نفس الوقت، يعني هم لهم المكانة من أجل أن يكون يعني لهم نشاطهم، من أجل أن تكون الأحزاب معتمدة على هاي النواب، على دول البرلمان اللي موجودين، لأنه لازم أن يكونون إطاعة الأوامر من ضمن هذه الأحزاب. طيب، ومن ضمن هذه الملكيات. شكرا. نعم، وصلت الفكرة. أنا أشكرك سيد أبو عمر من بغداد، شكرا لحضرتك. نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا من ملفات في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر. أكدت مصادر مطلعة أن الإتاوات على الطرق في محافظة ديالى محمية من قبل جهات سياسية شكلت إمبراطوريات مالية. قالت هذه المصادر أن العصابات ما زالت تمارس الابتزاز وفرض الإتاوات على التجار على الطرق الحدودية وأخرى مع كردستان العراق، إضافة إلى مداخل المحافظة ومناطق أخرى، وتسمح بدخول البضائع الفاسدة، وأن تلك العصابات محمية من قبل بعض الجهات السياسية. كما تضيف المصادر أن العصابات المتنفذة تمارس كل أشكال الابتزاز بحق البضائع الواردة لمحافظة ديالى أو بغداد أو بقية المحافظات، وأنها أسست إمبراطوريات مالية كبيرة ومعروفة في المحافظة.
في غضون ذلك اشتكى عدد من سائقي السيارات الشحن أو النقل ورؤوس الماشية نقل البضائع ورؤوس الماشية من ممارسات القوات الحكومية والميليشيات في سيطرة باوة محمود في محافظة ديالى وفرضهم الإتاوات مقابل السماح لسائقي الشاحنات بالعبور. لنستمع. ناشد هيئة الجمارك مال ديالى، محافظة ديالى، قائد عمليات، قائد شرطة الناشدة، احنا على باب الله الكيان شايلين 10 طليان كتاب رسمي، كتاب رسمي ناشد اقتصادية. هاي سيطرة بابا محمود، محملين طماطم السيطرة للجمرك، جمرك مال بابا محمود، ايه نبات، ايه محملين طماطم. كتاب باصي صار 12 يوم وما جاي مشونا، وهذا زرع مال الناس، وهاي السيارات صورها. شوف هذا زرع، ايش قصاركم كم محملين؟ صار لنا يومين. يومين؟ يومين. هاي السيارات صورها كلها طماطم، الكتاب واصل. هاي كلها طماطم؟ هاي طماطم هاي السيارة. بس الجمرك ما يخليكم. بس هذا الجمرك ما يخلينا. بس الجمرك ما يخلينا. يقول والله يقول لك مشيكم أنا. يقول لك ما مشي. يقول ما مشيكم. هذا الكتاب، هذا. وهذا الكتاب. وين الكتاب؟ اعطيني الكتاب، والله اعطيني الكتاب، رحم الله والديك، اعطيني الكتاب. هذا الكتاب، والله يزم الكتاب، والله والديك. هذا الكتاب من رئيس الوزراء. من رئيس الوزراء. من مكتب رئيس الوزراء. رحم الله والديكم. هاي كلها طماطم. هاي كلها طماطم، هاي كلها طماطم. كلها طماطم والله العظيم. نكمل مع هذا الملف مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. في الطريق المؤدي إلى محافظة التأميم يعاني سائقو الشاحنات ونقل البضائع من الإتاوات المفروضة عليهم مقابل السماح لهم بالعبور أو الانتظار لساعات وأيام طويلة في حال لم يدفعوا أو ما يعرف محليا بالمقسوم. اشتكى سائقو الشاحنات من الإتاوات المفروضة في سيطرة درمان مؤكدين أنها تؤخذ بعلم من قائد العمليات الفريق جبار نعيم الطائي. دعونا نشاهد. مناشدة إلى رئيس الوزراء، نشوف لنا حال هاي السيطرة درمان، يعني بالله الكريم من الساعة 12 الظهر وهسه الساعة 4:30 وسادينها، لا يمشون ولا أبد، مجرد توقيع، وهذا التوقيع لا معترف به بكل السيطرات. الله الشاهد، يعني من كان قائد عمليات كركوك على الفريجي ما نطول بها 5 دقائق. هسه صار لعب بينا طوبه، الازدحام وصل 10 كيلوات، الله شاهد تقريبا 10 كيلوات في الازدحام وصل. يعني الى متى هذا اللي يصير بسواق الحمل؟ يعني اللواء جبار، فريق جبار، ما اعرف لواء قائد عمليات كركوك، يعني اعطيتها بيد الشرطه، هم لا يمها ولا ابد، هيك الازدحام كله بيديهم. كان الجيش الله وكيله 5 دقائق ما نطول. هسه ازدحام وصل 10 كيلوات وعاد لا يمشون، يعني شنو مو بشر احنا؟ يا سياده الفريق، ناشدك باسم الانسانيه، سوي لنا حل هاي السيطره، لان لعبوا بينا طوبه. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع. احمد يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، والله قبل كم يوم حتى السياره الفارغه ما تعبر اذا ما تدخل على الساحه، بس هيج تاخير وتعب للعالم. تعليق من محمد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، عليكم يا ظالمين، شنو ذنب هاي العالم الفقرة؟ ليش هيك محاربين السائق الفقير اللي عايف أهله بسبب العيشة الصعبة؟ محمد يقول: المنتسب بالسيطرة يوميته مو أقل من 1,000,000 دينار، لأن راتبه قليل، 1.5 مليون ما يكفي، تريد تعبر السيطرة ادفع المالات تفوت ويأخذ لك تحية. وصالح يقول: المفروض يصير بالعراق وزارة السيطرات بوارد أكثر من الميناء، وين ما تروح جبايات رسومات وضرائب وغرامات ونداءات أبو تريلة يشتغل للدولة. حسبنا الله ونعم الوكيل. مشاهدينا معنا الآن السيد أبو عمر من الناصرية، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم عمي محمد، عيدك مبارك. وعليكم السلام ورحمة الله، كل عام أنت بخير. عمي شلون صحتكم؟ الله يحفظك. حياك الله يا ابو عمر، قناتكم الموقره ان شاء الله دائما سالمه. الله يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله. الله يسلمك. وياك ابو عمر تشريني من الناصريه بعد قلبي. حياك الله يا ابو عمر، تفضل. طبعا بالنسبه مال المتقاعدين، نعم، يعني هاي يعني سالفتهم طويله خطيه، زين، نعم، يعني جاء حاربوا، يعني يدافع عن، يعني هذا عراقي يدافع عن بلاده، صار له 30 سنه بالخدمه، وصار له 35 سنه يعني جاي يدافع عن وطنه، لان هذا الشريف، لان هذا من حارب ايران شدت وياهم، لان انتم ما تدفعون ما تخدمون، لان اكو متقاعد هسه هاي الدول كلها الصحه ببلاش، السفر ماله ببلاش، حقوقك كلها
يعني وين ما اروح حقوقه على دولته. يعني بس المتقاعدين بالعراق يعني مظلومين بشي. ليش الشي ليش يا محمد شعب السودان وانت وزير الماليه ليش تشعمي؟ ليش انتوا يعني شنو جاي تلعبون بالعالم؟ يعني الشعب هذا جاي تلعبون بيه؟ انتوا جاي تكذبون دين؟ يعني عيب 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 تكذبون، يعني عيب على رئيس وزراء يكذب. انتوا ما تستحون، يعني اللي يكذب ما يستحي. انا عفوا اللي يكذب ما يستحي دين ولا والله العظيم. يعني مشكله خطيه ما متقاعدين ايش يعني مطلوبين؟ يعني مطلوب لكم مرقه؟ يعني مطلوب لكم الفديه؟ زين عنا انطوا حق البشر. دمرتوا العراق، دمرتوا عراقنا دمار. حتى الشعب حطمتوا حتى البنيه التحتيه. يعني ما اصير هيك عمي، ما اصير هيك يا لولا. يعني شلون نقوم عليكم؟ ان شاء الله احنا خمسه قايمين عليكم. ترى محمد شيع السودان اسمع لي، لو ما تسمعني سمعونا عدل. انتم مو حكومه بالنسبه، مو حكومه، انتم منشيات. أنا أشكرك سيد أبو عمر من الناصرية، شكرا جزيلا لحضرتك، وصلت الفكرة. ويانا السيد محمد من أمريكا، تفضل يا محمد. ألو، السلام عليكم، أحييك وحي قناة الرافدين البطلة. حياك الله. أستاذ عمري، أستاذ محمد، من 2003 تقول لك جيش يحمل الوطن ويحمل هذا، عندك كفيلك الله كلهم يحمون الأحزاب هاي، هاي شاكل القذرة جاية من إيران. ليس جندي ولا شرطي يحمي مواطن عراقي، كفيلك الله ضد الشعب العراقي. عمي ذولا دمروا العراق، تسليب علينا بشوارع، تسليب الإسرائيلات، ذولا الحشد حشاك السافل الإيراني، هم ذولا جايبوقون ويسلبون بالإسرائيلات العراقية، ما يطبقون سيارة مخضر. يقولون محمد الحلبوس النكري الحرامي هذا أكبر نشاط، هم باقوا الميزانية 2023 كفيلك الله ما حيقرون عليها بوقا وقسموها بيناتهم. وهذا السوداني محمد السوداني، هذا عمي ذولا ناس حتاقي. ناس حتى قالوا جاي يحكمون بالعراق، والله بلد بدون راعي كفيلك الله، بلد بدون راعي جاي تحكمه ميليشيات ايرانيه تبع لايران. الله ينتقم على كل واحد معمم ولابس عقال ولابس خاف. تحياتي. شكرا جزيلا سيد محمد من امريكا، اشكرك للمشاركه ويانا. ابو عراق من الفلوجه، تفضل يا ابو عراق. السلام عليكم اخوي استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. استاذ محمد اكو فقره ما انتبهت عليها، اللي هي عندك معلومه الرواتب كلها وزعوها قبل العيد الا المتقاعدين ما صهم. ليش يعني؟ يعني ما يعني يمكن حرصهم على ما يصرف للمتقاعد. يا حكومه يا استاذ محمد، يا حكومه. طيب اكو سؤال ثاني يا ابو عراق، بالنسبه تحديدا يعني للمتقاعدين العسكريين، الرتب اللي كانت قبل 2003 طلعت على التقاعد، ما تاخذ مثل نظيرها اللي موجود وطلع على التقاعد بعد 2003 ضمن القوات الحكوميه اللي جت بعد 2003؟ يعني ماكو عداله بتوزيع الرواتب، يعني ما ياخذ مثل نظيره المتقاعد العسكري من نفس الرتبه اللي جو بعد 2003 وتقاعدوا ضمن الحكومات اللي جت بعد 2003، ياخذ اكثر من نظيره من نفس الرتبه اللي طلع تقاعد قبل 2003. ليش هذه المعايير الغير عادله بتوزيع الرواتب؟ استاذ محمد، مو هاي الشغله بينه، هي مو ايران جاي توجهها، كل توجيهات ايران. استاذ محمد، هاي ما يراد لها نقاش ولا جدال، هاي ذولا تحت ولاهم الايران. استاذ محمد الله يخليك. نعم. شوف 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 الدول البقيه للمتقاعد شو يسووا له؟ صحه، سيارات خدميله. هذا يا بلد يا استاذ محمد، يا بلد، هذا بلد المافيات والعصابات. وما اشكرك. شكرا جزيلا سيد ابو عراق من الفلوجه. نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا من مواضيع، وننتقل الان الى ملف فساد المشاريع في العراق. طبعا نبدأ من المدينة الرياضية أو المدن الرياضية غير المنجزة ضمن ملف فساد المشاريع وتلكؤها كذلك في محافظات عراقية مختلفة. مر أكثر من 11 عاما على بدء العمل بمشروع المدينة الرياضية في محافظة واسط وتحديدا في مدينة الكوت، لكنه لم يرى النور حتى هذا اليوم، إذ لم تنجز منه سوى الجدران التي
غيرت ألوانها حرارة الشمس. مصادر مطلعة تؤكد أن المشروع يستغل مساحة تقدر ب 138 دونما وبكلفة تجاوزت 300 مليار دينار عراقي. بدوره عبر الوسط الرياضي في المحافظة عن استيائه الشديد لتوقف هذه المشاريع التي من شأنها الارتقاء بمستوى الواقع الرياضي، ووجه المواطنون الكثير من الانتقادات إلى الجهات المسؤولة التي لم تجد حلا سريعا وناجعا لهذا المشروع الكبير. دعونا نستمع. المدينة الرياضية اللي بمحافظة واسط، السياج اللي انبنى والبوابات، وصلت المخالفات بين السرقة والإهمال إلى أكثر من 4 مليار. الحد الآن مثل ما رصدت هيئة النزاهة الاتحادية أكثر من 4 مليار بين السرقة والإهمال ببناء أو إنشاء سياج وبوابات مدينة الكوت الرياضية، بحكم العقد المبرم بين وزارة الشباب والرياضة وإحدى الشركات. اليوم هل راح يتحاسب المخالف أو السارق أو المهمل من وزارة الشباب والرياضة بحكم هاي الأربعة مليارات؟ ما راح نعرف. إلى الآن رصدت هيئة النزاهة الاتحادية قبل 4 أيام أو 5 أيام هاي المخالفات وجار التحقيق، لكن وين الحساب؟ هل راح يتحاسب؟ هل راح يظهر للعلن المخالف والمسبب أو السارق من قبل الشركة أو وزارة الشباب والرياضة الهاي الأربعة مليارات؟ سياج انسرق به 4 مليارات. نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا من مواضيع بشأن أو من مقاطع في هذا الموضوع. بالرغم من العمق التاريخي والسياحي لمحافظة بابل وموقعها الاستراتيجي في وسط العراق، إلا أن المدينة الرياضية في المحافظة تعاني هي الأخرى من الإهمال والاندثار. في عام 2012 وضع وزير الشباب والرياضة أنذاك جاسم محمد جعفر حجر الأساس لتنفيذ المشروع بعد إحالته لشركة إسبانية. المشروع يتضمن ملعب دولي لكرة القدم بسعة 30,000 متفرج، وملعبان ثانويان، وقاعتان رياضيتان، وفندقان، ومضمار للفروسية بقيمة إجمالية تقدر ب 120 مليار دينار عراقي، لينتهي الحال بالمشروع إلى أرض خاوية وأكوام من الحديد وآليات مبعثرة جرى سرقة غالبيتها، بالإضافة إلى عدد من الكرفانات التي تهالكت بسبب الظروف المناخية. دعونا نشاهد. أمام ملعب بابل، هذا كمية الإهمال به، كمية العصابة المتسلطة عليه، عصابة كاملة متسلطة على هذا الملعب يسرقون به 70 مليار. انهدرت، أصور لكم هذا الحديد، وين نزاهة بابل؟ اجوا النواب وقالوا نريد نشوف هذا الحديد، لو بد جماعة صورنا وارجع. اجوا ما بتروا هنا، شوف هذا الحديد 12 مليار هاي فلوسه من الأسبان. شوف شوف الحديد، أموال العراق ها. إذا أجت النزاهة خلي يقولون الغراض اللي صرفناها، يطلعون المستندات مع المشتريات مع السباليت المولدات كلها يكشفونها. اكو واحد يشوف؟ ماكو. ماكو رقابة؟ ماكو. اكو واحد يراقب؟ يقول شكو؟ ماكو. طب بس تصورنا وروح. شوف هذا السكن كان جاهز من كل شيء. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أسيل تقول: حسبي الله ونعم الوكيل على كل من سرق من مال الشعب الفقير. تعليق من علي يقول: محافظة بابل عبارة عن مدينة منكوبة، لا أذن صاغية ولا عين ترى ولا ضمير حي. و صفاء يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مقصر في المدينة الرياضية. لدينا تعليق من عادل يقول: إذن أين الجهات الرقابية؟ لماذا لا يتم إحالة المقصرين للقضاء؟ أليس هذا هدر للمال العام؟
هذه جزء من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. نستقبل الآن السيد أبو منتظر من الكوت. أبو منتظر حياك الله. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيانك سعيدة سعد محمد. كل عام أنت بخير إن شاء الله وصحة وسلامة. حياك الله. الله يسلمك رحمن قلبك. الله يحفظك. شلونك سعد محمد عيوني؟ الله يحفظك يسلمك. كل الهلا يا أبو منتظر. تفضل. سعد محمد عندي مناشدة والله أريدك تسمعها مليون فدوة. تفضل. سعد محمد أنا عندي ابني أخذوه المكافحة. نعم. اي والله واخذوه لا نسوي شيء ولا لقوا عده شيء وفتشوا بيتي ما لقوا بي شيء وحطوه على ال 28 مال مكافحه المخدرات. نعم. وحكموه 3 سنوات وهو عمره 18 سنه ونص والله. نعم. اي والله. طيب شلون شو تسوي لي؟ شلون توصلها الي؟ والله يا ابو منتظر احنا كل اللي نقدر نسويه أنه صوتك أيوة إن شاء الله يطلع من خلال هذا البرنامج ومن خلال قناتنا يصل إلى من أيوة يهمه الأمر إلى من يسمع. يعني بالنهاية حضرتك تعرف. أي والله رحمة على والدك. نعم. روح من روح والدك والله يحفظك بجاه الحسين. الله يسلمك. الله يسلمك إن شاء الله صوتك يوصل يا للعراق. الله يحفظك. للعراقيين ترى مظلومين من جنوب العراق الشمال أول. صحيح أبو منتظر. الله يكون بعونك وأنا أشكرك طبعا للمشاركة وإن شاء الله صوتك يصل إلى من يسمع وإلى من يهمه الأمر. ويانا السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ محمد. أقول لأبو منتظر من الكوت هذا تاج راسي هذا أبو منتظر. نعم تفضل. أقول زين أنت ابنك الحكم 3 سنين وتندد ابنك المحكوم. نعم. زين احنا المناطق اللي يقولون محررت تحررت المغيبين وين راحوا؟ احنا على الواو ولدنا لو محكومين ونندلهم. نعم. وعندك غادي من طلع يقول البرلمان يحكم 4-2. بالعكس البرلمان قدم احسن خدمه. شنو يعني؟ الخدمه قدم عطاله. قدم كهرباء ماكو، الزراعه فاشله، الصناعه فاشله. وقدم بعد الاحسن الكريستال والمخدرات، هاي احسن خدمه قدموها. وياخذ تقاعد فوق وياخذ فوق هذه الامور اللي تفضلت بها ياخذ تقاعد جزاء على خدمته تقاعد. جزاء على مكافاه له على التقديم اللي قدمه على الانجازات. الانجازات مو قاعد اقول لك استاذ قدموا بطاله. نعم. قدموا صحه ماكو زراعه ماكو يعني لو رواتب لو رواتب المتقاعد لو رواتب البرلمانيين اللي والمسؤولين طبعا من 2003 الى اليوم لو ما كان اكو هذا القانون تعتقد بانه كان هناك ممكن تعديل لرواتب المتقاعدين ممكن تحسن برواتب الموظفين والمتقاعدين؟ يعني الرئاسات الثلاث والنواب يستنزفون خزينه الدوله بشكل كبير جدا غير الحمايات وغير الموظفين الموجودين. شنو اللي دي يقدموه حتى ياخذون هذه الرواتب؟ وقلت لك استاذ قدموا لنا البطاله مصانع عزلوها مصانع عزلوها الزراعة فشلوها هذا كله هذا مو خدمات هاي خدمات صالح إيران. نعم. صالح إيران تركيا يعني أسوى أتحدى واحد من البرلمان يقدر يقول خل تركيا تفتح المي أما الشعب السوداني راح تركيا والله تركيا راح تفتح للمي شهر شهر يمشي للسرك عيني شهر وين تودي للمي عندك سدود قدامك. نعم. عندك خزين لو مي هل تلام الدول المحيطة بنا لو يلام من اللي هم بداخل العراق اللي بسبب ضعفهم وفسادهم وتواطؤهم قادوا إلى أن دول كثيرة محيطة وغير محيطة تصعد على كتافنا؟ السبب يم احنا نقول مجلس برلمان لا قد يلعفوا مع احتراماتي لكم احتراماتي للعراقيين الطيبين وقناصهم الطيبة مجلس الكيناين مو مجلس البرلمان. هم هذول تابعين للبر عني. أنا أشكرك سيد أبو عبد الله من صلاح الدين شكرا جزيلا لمشاركتك. مشاهدينا الكرام نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود ابقوا معنا. بعد 6 أشهر
هل امتلك السوداني أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوما كما وعد؟ وهل قضى على الانتهاكات داخل السجون الحكومية؟ هل عالج السوداني الفقر والبطالة وأنهى ظاهرة السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية والإفلات من العقاب وأعاد إعمار المناطق المنكوبة؟ وهل عاد مهجرو جرف الصخر إلى منطقتهم وتخليصها من قبضة الميليشيات الطائفية، لا سيما أنه تعهد بعودتهم خلال مدة زمنية محدودة وطي صفحة النزوح؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها في برنامج تحت الضوء لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان بعد 6 أشهر من تقديم السوداني برنامجه الانتخابي، ما الذي تحقق من وعوده؟ حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم في حلقتنا من برنامج صوتكم لهذا المساء. الآن معنا السيد أبو علي من بغداد، تفضل يا أبو علي حياك الله. حياك الله أبو جاسم العزيز، حيا الله قناتكم الموقرة. الله يسلمك، أهلا وسهلا يا أبو علي. قناة العراقيين، قناة الجياع، المهمومين، فما أطول عليكم وقتكم ضيق. يعني أنا أشارك أسوة بالآخرين. نعم. يعني مثاني كنت بالمرور خدمت 45 سنة، يعني من سنة 74 إلى أن طلعت، هذا سنة كم من طلعت؟ نعم. راتبي ماكو، يعني حوالي نبغى 500 وشوية، يعني هم زين تقريبا، بس مو ذاك الزين، ما يكفي يعني الإيجار اللي قاعدينه والدواء والسكر مطلع. نعم. كنا قبل حركة طبعت علينا ضغط وسكر وغيرها وكذا وكذا، فهي انصاف ماكو. نعم. يعني قدم 4 سنين ترشح العشيرة يتقاعد ما يقارب 7 ملايين أو 8 ملايين التقاعد ماله والتموين العائلي وصرفية الخدمات وصرفية الآليات وقود. نعم. ويقوم الساعة 9، يعني مو شهر كله، لا حسب الجلسات، يعني نعم. شلون منتدى كالتقاء. نعم. يعني إيه؟ هل 500 ألف، يعني هل 500 ألف يا أبو علي تكفيك بحياتك وأنت صاحب عائلة؟ أبو علي خدمت أقصى العراق شمالا زاخو، أقصى العراق جنوبا الفاو. نعم. أتقاضى 45 سنة ضيعت شبابي. سؤالي أبو علي، سيد أبو علي، 45 سنة سيد أبو علي وهو نعم نعم، بس أسأل حضرتك، الراتب اللي ده تحصل عليه راتب التقاعد يكفيك معيشة في العراق اليوم؟ لا 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 لا، هاي الأم الكبرى هي الأرض، يجوز بعد شوية عبر الثاني دين، يعني خدمت أقصى العراق شمالا زاخو، أقصى العراق جنوبا الفاو، هذا راتبي ويطلع تقاعد وياخذ يتقاعد. نعم سيد أبو علي، كان الله بالعون وأنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. 45 سنة خدمة في المرور يطو 500 ألف دينار عراقي في بلد يعوم على بحر من النفط، في بلد من أغنى بلدان المنطقة والعالم، لا خدمات صحية، لا بنية تحتية، لا دعم للمتقاعدين، لا تسهيلات، لا امتيازات. بعد كل هذه السنين 45 سنة، تخيلوا مشاهدينا 45 سنة، عمر إنسان كامل يحصل على 500 ألف دينار عراقي في بلد غالي حاليا مثل العراق بسبب الظروف الاقتصادية، وبلد ما بأي مقومات المعيشة، لا نظام صحي ولا رعاية اجتماعية ولا مخصصات مواد تموينية وغيرها في أدنى مستوياتها. طيب طبعا ننتقل الآن إلى موضوع آخر مشاهدينا، ملف تلوث المياه في العراق. حنعرض لحضراتكم الآن مجموعة من المقاطع من محافظة ديالى، من مناطق مختلفة من محافظة ديالى، تبين نوعية مياه الإسالة الواصلة إلى منازل المواطنين. انظروا إلى مستوى التلوث التي يعني تحملها هذه المياه الواصلة
إلى منازل المواطنين العراقيين في محافظة ديالى. نبدأ من منطقة دور الزراعة في المحافظة، دعونا نشاهد. ننتقل الآن مشاهدينا إلى قضاء الخالص من محافظة ديالى، دعونا نشاهد نوعية المياه الواصلة إلى منازل المدنيين. الآن ضمن محافظة ديالى إلى حي التحرير ضمن قضاء بعقوبة لنشاهد المياه الواصلة. عامر بالإيمان جيفة سيان. سيان. جايف إلى درجة ما ينقبل. مشاهدينا دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. مصطفى الطائي يقول: منطقة حي المعلمين يا ريت الماء طين، لكن الماء لدينا مجرد مياه ثقيلة، الرائحة تقتل، أين دائرة الماء؟ تعليق لدينا من إنال تقول: نفس الحالة بعقوبة من قبل العيد والحد الآن. ويونس يقول: هو أصلا ماكو مي، صار يومين وهذا الحال، حسبي الله ونعم الوكيل. تعليق آخر من مروة تقول: حي المعلمين دمار، أتعس من هذا، صار أكثر من أسبوع كله على مي الفلتر. مشاهدينا معنا السيد أبو حسين من بغداد، تفضل يا أبو حسين حياك الله. أبو حسين السلام عليكم عزيزي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أنت؟ أهلا وسهلا يا أبو حسين، حياك عزيزي. بالنسبة للتقرير اللي طلع قبل شوية على بالنسبة للمناطق اللي مثل جرف الصخر وغيرها، أي تقرير؟ التقرير اللي قبل شوية شفته. طيب بالنسبة لهاي المناطق إذا رجعت الأهالي بيها، نعم، ترجع تخترق أمنيا عزيزي. ليش تخترق أمنيا؟ تخترق أمنيا باعتبار أنه يعني الآن فيها الحيز الشعبي ماسكين الأرض يلزمونها على مود لا ترجع تخترق وترجع الانفجارات في تمام. طيب أنت تحمي المدينة عن طريق طرد أهلها، لو ترجع أهلها وتحميها عزيزي. بالنسبة لجرف الصخر هي عقود زراعية ومنتهية من 25 سنة، بها ناس لا يزالون في المخيمات. هذا الكلام اللي حضرتك تقوله هذا إعلام هذه الجهات. سيد أبو حسين، المواطنين العراقيين اللي قاعدين بالمخيمات ليش مدى يشكلون خطر على هذه المحافظات اللي قاعدين بيها؟ يعني حيشكلون خطر فقط على جرف الصخر لما يدخلوها؟ يعني أنت مقتنع؟ حضرتك مقتنع؟ قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب قبل يومين كان دا يتكلم عن سيطرة الإسلامية عصاد أهل الحق، مو مليش المقاومة الإسلامية. تمام. قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب قبل يومين كان دا يتكلم عن سيطرة ميليشيا حزب الله على محافظة على قضاء جرف الصخر وعدم استطاعة أي جهة أخرى التدخل. كتائب حزب الله مقاومة إسلامية مقاومة منو؟ مقاومة العراقيين.
سيد ابو حسين، مقاومة العراقيين، مقاومة داعش، مقاومة تمام داعش تمام تمام خلاص، مو داعش، مو داعش، مو انتصرتوا على داعش، مو انتصرتوا على داعش، مو خلاص، مو خلاص داعش من العراق. كان ينطبل من الجرف، كان ينطبل مفخخات من الجرف عزيزي، يجي ينطبل بغداد يفجرون هاي المناطق القريبة على الحلة. مو خلاص، مو خلاص القتال مع داعش ابو حسين، بس اسمعني، هي مو، هي مو بالصياح عزيزي، اكو خلايا نائمه، خلاص القتال مع خلايا نائمه، يعني الان، يعني الان المناطق، المناطق اللي تتواجد فيها المخيمات اللي بها اطفال ونساء اعراض العراقيين، انتم مو حماه اعراض، عايفين نساء العراق بالمخيمات، وانت خايف على، انت خايف على اعراض العراقيين اكثر من ما احنا خايفين، احنا اللي حمينا عرض العراقيين لما تعرض الى هجمه من داعش. تمام، فانتوا هسه بعد ما، بعد ما حررتوا العراق من داعش، عفتوا نساء العراق بالمخيمات، قاعدات نساء واطفال بالمخيمات، عفتوهم بالشوارع وسيطرتوا على مدنهم. يا مخيمات تقصد، يا مخيمات تقصد، يا مخيمات. شوف انا اشكرك ابو حسين، اشكرك، انت مغسول دماغك. أنا حقيقة أبو حسين ومن على شاكلته، ذول اللي هم يتبعون الأذرع الإعلامية والقنوات الإعلامية لهذه الميليشيات، هو معترض على فكرة أنت ليش تسميهم ميليشيات. أرجع إلى الدستور الحالي، الدستور اللي هم كلهم حطوا إيدهم عليه وأقسموا بحماية العراق وتطبيق بنوده، المادة 9 الفقرة باء من الدستور الحالي، يمنع أو يحظر تشكيل فصائل مسلحة تحمل السلاح خارج إطار القانون. باعتراف الميليشيات، باعتراف الأجهزة الأمنية، الوزراء، المسؤولين، ومثل ما قلت لك قيس الخزعلي قبل يومين أكد بأن جرف الصخر خاضعة لسيطرة تامة من قبل ميليشيا حزب الله، ولا تستطيع أي جهة التدخل في هذا الموضوع بما فيها القيادة العامة للقوات المسلحة، رئيس الوزراء وجوه، يعني خارج عن سيطرة الحكومة. كل من تشكل أو حمل سلاح ضمن هذه الميليشيات أو ضمن هذه الفصائل هي ميليشيا، استنادا إلى الفقرة 9، المادة 9 الفقرة باء بالدستور، يحظر حمل السلاح خارج إطار القانون، وكل ما تشكل بناء على هذا القانون فهو باطل من ميليشيات وغيرها، فإذا هي ميليشيات. النقطة الثانية أنه أنت دا تقول إحنا حمينا العراق وأعراض العراق، وتركتوا أعراض العراق بالمخيمات 1,200,000 بحسب إحصائيات الحكومة تؤكد وجود نازحين عراقيين لا يزالون في المخيمات في مناطق مختلفة من العراق، يشكلون إرهاب وخطر إذا دخلوا جرف الصخر، لكن أنتوا عايفيهم بالمخيمات عادي بالمحافظات اللي هم بيها، ما يشكلون عليكم خطر. هذا التناقض حقيقة يفضح المخطط، المخطط التغيير الديمغرافي الواقع على هذه المنطقة، طبعا غيرها من المناطق أيضا. نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الإنفوغرافيكس. أثار تصدر العراق الدول الأغنى في أسعار المكالمات بحسب مؤشر نمبيول أو نمبيول لتكلفة المعيشة، ردود فعل مستاء بين المواطنين حول أسعار خدمات الاتصالات المرتفعة في الوقت الذي يعاني العراقيون من رداءة خدمة الاتصالات وحزم الإنترنت. احتل العراق المرتبة 9 عربيا للدول العربية الأغلى في أسعار مكالمات الهاتف النقال بحسب مؤشر نمبيول لتكلفة المعيشة، ويحتل العراق المرتبة 115 عالميا من أصل 180 دولة بسرعة الإنترنت، حيث تراجع درجتين خلال السنتين الماضيتين مع فشل الحكومات المتعاقبة بوضع حلول جذرية للأزمة الحاصلة. دعونا نشاهد.
نصل الآن إلى فقرة الهاشتاج مشاهدين الكرام. نسف نفي حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني الأنباء التي تم تداولها بشأن إرسال قانون سلم الرواتب إلى مجلس النواب بهدف تمريره، وأحبط هذا النفي آمال شريحة الموظفين من أصحاب الدخول الضعيفة المعقودة على تحسين قانون الخدمة المدنية بدل الغلاء الكبير أو بعد الغلاء الكبير وتراجع المستوى الاقتصادي الذي أعقب خفض قيمة الدينار العراقي. جئناكم بوسم اليوم مشاهدينا، وهو تعديل سلم الرواتب مطلب الجميع. حسام يقول: موظفي العراق أصبحوا يستجدون وسط غلاء المعيشة والرواتب التعبانة. عبد الله يقول: تعديل سلم الرواتب مطلب الجميع، مطلب شعبي. الراتب فقد 33% من قيمته، حسبنا الله ونعم الوكيل. تعليق من علي يقول: متضامن مع موظفي العراق. وتغريدة لدينا من الكربلائية تقول: إن إقرار سلم رواتب عادل ومنصف للدرجات الدنيا وكذلك جعل الراتب بمستوى واحد أو متقارب ما بين الوزارات لنفس الدرجة الوظيفية سيخلق نوعا من العدالة الاجتماعية وعدم طلب الهجرة ما بين الوزارات. بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.